اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا ايضا نروح لاحد المكرمين الحقيقه في المؤتمر امس، رئيس اللجان العليا المهندس وليد مبروك، هيكون معانا بعد قليل ايضا علشان نتكلم معاه عن وجهه نظره في هذا التكريم الرائع الحقيقه في هذا المؤتمر الكبير الحقيقه اللي عمله كابتن محمود الخطيب ككشف حساب لمجلس اداره النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم سمعتوا خلال المكالمات الكتيره اللي جت لنا الحقيقه النهارده، ان كل الناس بتتكلم او الكل بيجمع على انها اول مره الحقيقه يكون متواجد حد يعمل رئيس مجلس اداره يعمل هذا الكلام، كشف حساب لنفسه والمجلس ادارته خلال 4 سنوات سابقه. خلينا نعرف هذا الكلام من رئيس اللجان العليا المهندس وليد مبروك. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن اسلام. الحمد لله يا حبيبي. يعني امبارح الحقيقه في المؤتمر الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد شيء رائع جدا ودور كبير للجان المختلفه الموجوده في النادي الاهلي وحضرتك الحقيقه كرئيس للجان العليا في النادي الاهلي. والله يا كابتن اسلام، في الاول انا عايز اقول لك هو النادي الاهلي بالنسبه لي هو المدرسه اللي احنا بنتعلم فيها الانتماء والعطاء بدون انتظار مقابل وانكار الذات وانت ادرى واحد بدا، وروح الجماعه دايما هي اللي بتميز النادي الاهلي عن اي حد، اللي احنا بنقول عليها في النادي روح الفانيلا الحمراء يعني. نعم. انا معايا مجموعه كبيره اكثر من 130 واحد، رؤساء لجان ولجنه عليا واعضاء لجان. النجاح ما بيجيش مع حد لوحده يعني، انا عمرها ما بتعمل نجاح. الناس دي هي اللي نجحت وهي اللي تعبت، وكلهم بيشتغلوا من بدون مقابل وبحب زي ما الكابتن قال بالظبط. والحمد لله يعني لو الناس شافتنا ان احنا نجحنا فهم السبب في النجاح ده، ويستحقوا كل واحد فيهم هو يكون موجود مكاني في التكريم ده مش انا. يعني ما طبعا ده تكريم للجان في صفتك يعني كرئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي. فانا امبارح الحقيقه شفت اللقطه اللي وحضرتك بتشوف او بتسمع كلام الكابتن خطيب، حسيت ان انت مندهش يعني، او حسيت ان انت يعني ايه اتفاجئت يعني. اه طبعا احنا اتفاجئنا، لكن هو مش غريب على الكابتن خطيب ولا غريب على النادي الاهلي، احنا عايشين الفتره اللي فاتت دي وانت معانا في تكريمات ورا تكريمات، فاحنا يعني لو بناخد حقنا في ان هو يحط صوره رئيس اللجنه العليا ويشكر اللجان في مؤتمر زي ده، فده بالنسبه لي هو يعني اقصى ما انا كنت ممكن اتخيله، لان زي ما قلت لك انت بتشتغل وبتحب النادي، والتكريم لينا من النادي بيبقى دايما حاسس بالحاجه اللي بتحصل وفي حاجه كويسه بتضاف للنادي الاهلي، فطبعا كان عندي حاله من مش عارفه مزيج من المشاعر كده مش عارفه اوصفه لك طبعا. نعم. اصلا ان اللي علمك اللي انا قلته لك في اول الكلام ده، واحد من اللي علموك الحاجات دي ان انت تدي وتخلص وتنتمي وتبقى مش مستني حاجه، هو اللي واقف بيشكرك، فدي كانت بالنسبه لي يعني اكبر حاجه ممكن احس بيها يعني وانا قاعد في المكان ده. يعني 4 سنوات لكل اللجان الحقيقه، كابتن خطيب اتكلم عن دور اللجان وتفعيل اللجان خلال ال4 سنوات بشكل كبير جدا جدا، اشرح لنا بسرعه جدا ايه اللي حصل خلال ال4 سنوات اللي فاتوا على قد ما تقدر طبعا، لانه انا عارف ان هو موضوع كبير قوي. لا هو بس هو باختصار احنا شركاء، انا والحاج محمد يوسف هو قضى نص المده وانا خدت نص المده اللي وراها زي ما بيقولوا، احنا ما بننجحش لوحدنا، بننجح باداره تنفيذيه بتساعدنا، اتغير عليا انا لوحدي 3 ادارات تنفيذيه كلهم ساعدوني بمنتهى القوه الحقيقه، الاداره التنفيذيه بما تشمله الاداره التنفيذيه. اشتغلنا على كل القطاعات، احنا عندنا 7 لجان تحت اللجنه العليا، اقولهم لك بسرعه يعني، لجنه المراه، الشباب، الطفل، الاحتياجات الخاصه، الرواد، النشاط الرياضي الترفيهي، واللجنه الثقافيه. في حاجات كتير مش احنا رجعنا الصالون الثقافي بعد سنين طويله، عملنا مشروع محو الاميه، عملنا على كل القطاعات، اشتغلنا على الطفل كتير جدا، المراه اكيد انت متابع. ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا، نعم. ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا، احنا على فكره بننظم دلوقتي عندنا ورش شغاله مسرح للولاد دول، وبنرتب ان احنا نعمل لهم مسرحيه فعلا مسرحيه، في مخرج متطوع اسمه الاستاذ فيصل الشناوي بيشتغل معانا وده تخصصه، وهتبقى حاجه يعني انا عايز اقول لك هتبسط الناس كلها وهتبقوا يعني مبهرين باللي الولاد دول بيعملوه، والناس يعني تقريبا كلها ان شاء الله تحضر ده وتشوفه يعني. الوصول القمة سهل ولكن الحفاظ عليها صعب جدا، 4 سنوات ان شاء الله قادمة، ايه اللي ممكن يحصل فيها من وجهة نظرك؟ بص انا دايما اقول انا الكابتن الخطيب حط على نفسه التزام بالكتيب بتاع اللي هو البرنامج الانتخابي ده،
واحد غيره كان حط نص الكتيب ده كان هيبقى برضه برنامج انتخابي محترم. نعم. هو فاجئنا امبارح ان البرنامج الانتخابي ده خلص واضاف عليه حاجات ما كانتش موجوده فيه كمان. فده هو بيحطك انت نفسك بقى اللي بتشتغل تحت في القطاعات النادي المختلفه تحت ضغط انك لازم تبقى على مستوى ده. لما رئيس النادي عايش 4 سنين في البيت بيبذل من الجهد والعطاء، يا اما عايش في النادي عشان يدي النادي اللي هو وعد بيه او بيعمل حاجه بره النادي تخص النادي، فانت يعني بلا شك لو انت بتنتمي للمنظومه دي لازم هتبقى شايف القدوه بتعمل كده، فلازم هتعمل زي ان شاء الله ال4 سنين جايين يبقوا احسن من ال4 سنين اللي فاتوا. طبعا يعني مش عايز اقول لك حاجه لعبه، يعني احنا مش عارف هيبقوا احسن ازاي من اللي فاتوا يعني، بس النادي الاهلي دايما عنده احسن وعنده الاكثر يعني. أنا بشكرك جدا المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، أنا بشكرك جدا.